وهاي وصلنا شباب برج الدلال عمي ابو سامر العبيدي. ابو سليم كل التحيه والشكر لاخونا ابو سليم العبيدي بلبنان. بكي بعث لنا 100 دولار. ها؟ ابو سليم الغالي ان شاء الله ترجع بخير وسلامه يا ابو سليم. ما شاء الله تبارك الله. بيسارنا ابو سامر؟ مليون و25 خرفان يا شباب. كانه السوم اليوم على الخاروف ضعيف جدا. ضعيف والله. الفطيم اكثر شيء. الفطيم 900 فطايم. ما شاء الله تبارك الله. السوم كله على الفطيم يا شباب الجدي والعجته الجنيه. 900 فطايم ورادي. نعم. وينك يا ابو سليم؟ ادلاله صارت ب10 وانت رحت لي على سوكلين. الخرفان ابو سامر؟ هذا صار 1,400,000. مليون و400. ما شاء الله تبارك الله. نعم محترميه علينا بغزال بعدين الشمس ترى ما شاء الله. انا ما اريد السرعه ضد الشمس. ايوه مقابل الشمس. انا صدت لك غزال بسوي. اي نعم الصلاه على النبي حلوات. ايش قد قلت لي؟ مليون و400. نعم. الصلاه على سيدنا محمد. بيكسر بالخارف يا شباب والسوم ضعيف عليه. وهي وصلنا رجل الدلاله ابو حسين يا شباب. سالم ابو حسين. 900 طبعا صايرات 875 يقولوا 900 الله يبارك لك. ما شاء الله تبارك الله. هاي ب 900 انباعت ابو سيرمو؟ هذيك انباعت 900 وهذا 9 الا ربع. ما شاء الله تبارك الله. بسام البرد يروح افحص. وهاي ابو حسين يا ابو حسين شبعان. هاي ريده 9 لسه ما صارت شيء. القناه معي ابو حسين 8.5. لا صارت مو ما صارت. انت تقول لي ما صارت. ايه 8.5 صارت 850. تماما. هذا انه هذا ما صارت. ما صارت شيء القناه معي. انا عجه نظيفه هي جات تنسامي شباب. انا عجه النظيف ما شاء الله تبارك. هل قرقر ابو حسين؟ هذا انه هذا انا فطايب طيبات يا شباب. هاي نعجه هاي نعجه. هذيك فطيمه وهاي ثنيه طيبات ما شاء الله. رجل الدلال خالد ابو عمار. شوك ابو عمار؟ لا يا ابو عمار ليش؟ ابو عمار يقول انا ماني زين بلوب اليوم. اخرج. ليش؟ ما بيسوق؟ يعين الله. شوف يا شباب السوق هذا يقول ما بيسوق. الرزق سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قاسم الرزق. يعني قاعد نشوف بغير ربوجه بيصوم قوي ما شاء الله تبارك الله. سبحان الله وفي ناس ما عدا سوم. ها؟ ايش بيها ابو عايده؟ عايد قصابو. ايه فوقها ما يتربط اساسا. مليون و100 العايده. ايه ابو يكفي شو تريد انت؟ يكفي زاد على حالك. دفعوا له 900. دافع لك 900 ويعطيك مليون و100 يا زلمه. ايش كثر فرق 200؟ اي نعم. عنز مليون و100 يا شباب ما شاء الله تبارك الله. وانت شو تريد ابو عمار؟ والله انا اريد 200. اشاور ابو عمار. ما قلت براجع لي 100. راجع له 100 راجع له. عنز بلديه يا شباب لحم على قصاب مليون و100 صارت. هذا فحل يا شباب عند الدلال خالد ابو عمار يريده ب 5 مليون. ما حد دفع له شيء. وهل عنز هاي زين الحليب؟ مليون. ها؟ مليون. مليون. صار 5. وهذا نزل اسود؟ هذا 4. 4 4 صار جدايه يا شباب. وهذا صار 5.5. ما شاء الله تبارك الله. هذا يريده هو عبد العيسى 700. هو الزلمه هذا ب 700؟ ب 700. حط له 5000. هزمت الزينه من الشيء. قول 5 6 راجع له. يعني ايش اتدرج لي 55؟ 550 يا شباب. حط له 10. صار 560. يقول له 600.